دوار الكبير اتحرق وحصل حريق في اللوكيشن. مش هتصدق اللي حصل في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير قوي، ومفاجأة عن سبب الحريق. فيا ترى ايه اللي حصل؟ اتفاجئ الجمهور والمتابعين بحريق كبير حصل في لوكيشن تصوير مسلسل الكبير قوي، وانتشرت صور خلال الساعات اللي فاتت للوكيشن التصوير والحريقة مولعة في دوار الكبير. فيا ترى ايه اللي حصل؟ وهل فريق العمل كويس ولا حصل لهم حاجة؟ البداية كانت مع انتشار صور لدوار الكبير قوي وفيها حريق كبير، فبدأ الجمهور والمتابعين يقلقوا على الفنانين المشاركين في العمل، وإن ممكن يكون حصل لهم حاجة بسبب الحريقة اللي حصلت في لوكيشن التصوير. لكن الفنان أشرف عبد الباقي قرر يوضح تفاصيل الحريق اللي حصل في اللوكيشن، باعتبار إن الفيلا اللي حصل فيها الحريق ملك أخو زوجته. وقال الفنان أشرف عبد الباقي إن المزرعة بتاعة أخو مراتي وفريق عمل الكبير قوي بيصوروا هناك، وفعلاً في حريق حصل في لوكيشن التصوير، لكن الحريق كان محدود جداً وحصل في الخشب بس، والشجر ما حصلوش أي حاجة. كمان البيت ده مش فيلا حقيقية، ده ديكور خشب معمول في المزرعة، وأهم حاجة إن فريق العمل كويس وما حصلوش حاجة. وطمن الجمهور على فريق عمل المسلسل، خاصة إنه مسلسل الكبير قوي من المسلسلات اللي ليها جماهيرية كبيرة بسبب شعبية الفنان أحمد مكي وأبطال المسلسل، وده اللي خلاه مستمر في عرض أجزاء جديدة كل سنة في شهر رمضان. فالسنة دي قرروا يعرضوا الجزء الثامن من المسلسل في رمضان 2024، وطرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للجزء الثامن من المسلسل وحقق أكتر من 500,000 مشاهدة بعد طرحه على القناة اللي هيتعرض عليها وكمان على السوشيال ميديا. وكعادة كل سنة سيطرت الكوميديا على أجواء مسلسل الكبير قوي، فظهر في البوسترات الخاصة بالجزء الثامن من المسلسل أحمد مكي بثلاث شخصيات، شخصية الكبير قوي وجوني وحزلقوم، واللي تعود الجمهور يشوفهم في كل عرض للمسلسل، خاصة إنها أكتر شخصيات مشهور بيها مكي، واعتمد في الجزء الجديد على تقليد الأعمال الأجنبية زي ما كان ظاهر في البرومو زي فيلم باربي وفيلم ذا ماسك وكمان مسلسل لا كازا دو بابيل، وكمان ظهور عدد من الضيوف زي شيماء سيف وصفاء الطوخي وأمينة خليل. مش بس كده، ده كمان بيومي فؤاد وسلام الاثنين هيشاركوا في الجزء الثامن من المسلسل رغم الخلافات اللي بينهم. فبعد الضجة الكبيرة اللي حصلت بسبب خلافهم، بدأ الجمهور يتوقع انه هيتم استبعاد بيومي من الجزء الثامن من مسلسل الكبير قوي، واللي المفروض هيتعرض رمضان 2024 من بطولة الفنان أحمد مكي ومشاركة فنانين تانيين زي سلام وفؤاد ورحمة أحمد. لكن في مصادر من فريق العمل أكدت إن كل اللي تم تداوله عن المسلسل واستبعاد بيومي وسلام مجرد إشاعات مش أكتر، وإن الجزء الجديد هيكون فيه سلام وبيومي بشكل مؤكد، ومفيش حد منهم هيتم استبعاده، خاصة إن المسلسل حافظ على نجاحه السنين اللي فاتت بوجودهم هما الاتنين مع مكي.